موضوع ازدواج الفترات ده ونقفل الباب خالص، الموضوع بيهدد امن وسلامه الاسره وبيهدد امن وسلامه البلد في نفس الوقت. طيب برضو رغم كل القوانين القاسية المحطوطة وموجودة، اللي برضو الظاهرة بتكتر يعني وبتزيد بشكل ملحوظ جدا، ده برضو يرجع لإيه؟ رغم إن في قانون يعني بيحتم القضية. تمام. احنا للاسف لو حضرتك هتشوف احنا طبقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في اخر مدح ديموغرافي صحي في مصر، هنلاقي 117 الف طفل، 117 الف طفل من الفئات العمريه ما بين العشر سنوات وبين 17 سنه متزوجين. انت حضرتك لو تتخيلي معايا الرقم 117 الف طفل، رقم فئات مش عمريه قليل طبعا. ضخم، ده رقم ضخم، ما بين 10 الى 17 سنه. تخيلي ان 10 17 سنه في بعض الدول بيعتبروه طفل ويكون متزوج، فطبعا الرقم كبير جدا. للاسف انا عايز كمان اقول ان اكثر محافظات منتشر فيها الموضوع ده هي محافظات الصعيد، هي الاعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما طبعا محافظات مصر الحدوديه زي محافظه البحر الاحمر وسيناء ومرسى مطروح واسوان دي تعتبر اقل في نسب زواج الاطفال. طبعا الموضوع ليه عوامل كثيره، منها طبعا العوامل الاقتصاديه، منها العوامل الثقافيه، الناس ما عندهاش للاسف كمان بعض الاراء الدينيه المتشدده اللي دايما كانت تحض على ان يعني يا ريت نزوج البنت في وقت مبكر ومش نزوج، الكلام ده يعني فقهيا كمان الاراء المعتدله اثبتت عكس ذلك. وطبعا هم للاسف يعني ممكن يكونوا كمان بيستشهدوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد النكاح على السيده عائشه وكان عمرها 9 سنوات. لو هننظر للموضوع بمنظور مختلف هنقول ان طبعا الانبياء ربنا خصهم بحاجات كتير قوي ممكن ما تكونش مسموح بيها لعامه الناس زينا. هو الموضوع ملوش علاقة برضو يا فندم، يعني الفكرة بالظبط كلها ان ممكن تبقى في حد يقدر يستحمل المسؤولية وحد لا، يعني حد فعلا ممكن يكون مهيأ نفسيا للزواج وحد تاني لا. تمام. وكمان حتة الدين دي يعني اعتقد لازم حد مختص برضو هو اللي يوضح اكتر. اكيد اكيد اكيد، ما انا بقول لحضرتك ان المتشددين في الاراء الفقهيه الناس للاسف بتستشهد بارائهم وده في حد ذاته غلط، وبالتالي احنا يا ريت نرجع اي فتوى لطبعا الجهات المختصه زي دار الافتاء المصريه عندنا، هي من ضمن الجهات المعتدله في الراي. احنا ان شاء الله نتمنى ان هي يكون ليها دور قوي في ان هي تصدر بيانات صريحه وتجرم مثل هذه الحالات. اكيد حضرتك يعني من خلال ممارستك في القانون اكيد قابل حضرتك يعني قضايا شبه ذلك، ممكن توضح لنا ايه القضايا اللي ممكن تكون يعني كانت مشابهة للموضوع ده؟ والله للاسف الموضوع فعلا منتشر جدا عندنا في القضاء المصري. عايزك بقى تشرح بشكل يعني مفسر جدا. احنا لو هناخد القضيه اللي قلت لحضرتك عليها دي اللي حصلت من 3 سنوات في مصر، للاسف احنا اكتشفنا الموضوع ان الموضوع بيتم اكتشافه ازاي؟ محدش بيروح يبلغ ان في زواج تم بين قسطر في بلد معين. ليه بقى؟ لان غالبا اللي هيبلغ هو شخص متورط في هذه القضيه، لان انت بمجرد علمك بالموضوع ده كان القانون بيوجب عليك انك انت تبلغ مباشره، فيما انك انت ما بلغتش انت ما منعتش الموضوع بان هو يحصل، وبالتالي الموضوع طبعا مش بيتم اكتشافه غير في حاله واحده بس. تخيلي الحاله دي اللي احنا بنكتشفها على طول في احد المحاكم، ان لما بيختلف الزوج مع الزوجه، الاب مع الام، اسف، الاب مع الام بيختلف، بتيجي بقى الام بعد كده تبلغ تقول طب والله انا هشكيك وهقول ان انت رحت جوزت بنتنا وهي كانت قاصر. فتخيلي حاجه زي كده بتحصل، ان هم اللي بيبلغوا على بعض كمان بعد ما بتحصل خلافات اسريه او كده. من ضمن القضايا كمان اللي كانت عندنا، سبحان الله، كان احد الازواج طبعا امتنع عن تسجيل ابنه، امتنع وامتنع ليه يا عن فندم؟ عن تسجيل ابنه. ابنه كان طبعا هو تزوج من واحده قاصر وهي حملت وانجبت، وجينا عشان خاطر نثبت الولد عشان خاطر يعترف بان ده ابنه، هو انكر ان ده ابنه ما رضيش يعترف بيه ابدا. تخيلي حاجه واحده بس ساعدتنا في الموضوع ده، ان هو نثبت ان في علاقه زوجيه قائمه، ان كان في حد من ضمن الناس المتواجدين كان بيصور مقطع فيديو، وتم عرض الفيديو على القاضي وقتها،
ومحدش انكر الفيديو، والفيديو كان صحيح، وكان الفيديو ده سبب في ان احنا نثبت ان في علاقه زوجيه تمت بناء على التلفظ بلفظ القبول والايجاب بالنسبه للزواج. فطبعا امثله زي كده كتيره. برضو عايزين ناكد ان احنا يا ريت نسد الباب ده خالص وما نفتحوش. معلش بس هرجع لحضرتك تاني لنفس النقطه اللي كنت بتتكلم فيها. لو ما كانش في مقطع فيديو بيأكد ان الزوج على علاقه بالزوجه وان هم اصلا متزوجين وكده، كان وضع الابن هيبقى ايه؟ للاسف كنا هندخل في مشاكل كتير قوي. هو طبعا القانون دايما احنا خلينا نقول ان هو بيكون في صف الزوجه، لان هو بيكون شايف ان هي الطرف الاضعف. فلو ان واحده جات وادعت قدام القانون، ادعت قدام القاضي ان هي متزوجه من شخص معين وان حصل علاقه زوجيه وتم الدخول بها شرعا، القانون بيعطيها الحق في اثبات ذلك بكافه طرق الاثبات، منها البينه، منها شهاده الشهود، منها اي 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 وسيله تقدر ان هي تثبت بيها. طبعا احنا كمان عندنا دلوقتي مصلحه الطب الشرعي، ممكن عندنا تحليل الدي ان اي، الوسائل العلميه الحديثه اللي طبعا تقدر تثبت انتماء الابناء لابائهم وان هم ينتسبوا ليهم عن طريق فصيله الدم ومثل هذه الامور. فطبعا هو الموضوع ان شاء الله ايه، يعني انا مش عايز اقول ان طبعا نفتح الباب، يا ريت يا ريت اكد مره ثاني ان احنا نبعد عن الموضوع ده. للاسف هو الموضوع ليه ابعاد كتير قوي اقتصاديه وابعاد اجتماعيه وليه تاثير سلبي بعد كده. كفايه ان البنت نفسها اللي بتكون فاطر وداخله دي بتلاقي نفسها بتتحمل